معايا عبر الهاتف الآن كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشة، خبيرنا التحكيمي المحترم. كابتن جهاد مشرف ومنور. كريم، صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينا. صباح الخير، مشرفنا يا كابتن جهاد. ربنا يخليك يا كابتن. رأيك ايه النهارده في أداء مصطفى غربال الحكم الجزائري في مباراة اليوم أمام الأهلي وفريق فلامينجو البرازيلي؟ بص يا كريم، هو مصطفى من أكبر حكام حاليا موجودين في أفريقيا وأفضل حكام موجودين في أفريقيا، لكن النهارده من أسوأ المباريات اللي شفتها لمصطفى. دي حقيقة. النهارده لولا وجود حكم الفار النهارده كنا خرجنا بثلاث أخطاء تحكيمية كبيرة في المباراة، وبالتالي وجود حكم الفار النهارده وتميزه النهارده خرجنا من تحكيم بالمباراة في المباراة بصفر أخطاء تحكيمية مؤثرة. وده كان المهم النهارده في المباراة. لكن في الاتحاد الدولي اللي بيتقييم للحكم النهارده إن هو النهارده أدى أداء غير جيد، لأن النهارده لما تخرج في ثلاث أخطاء تحكيمية الفار النهارده معناها إن أنت مش مركز، معناها إن أنت ما بتتحركش كويس في الملعب، معناها أنت المباراة فيها مشاكل كتيرة تحكيمية بالنسبة لأداء الحكم في الملعب. فبنتكلم النهارده على ثلاث لقطات يا كريم خرج فيهم للفار. اللقطة الأولانية ركلة جزاء اللي تم احتسابها للفريق البرازيلي في الدقيقة 7، ودي ما شافهاش في الملعب والحكم الفار استدعاه ورجع واحتسب ركله جزاء، وهي ركله جزاء صحيحه تم احتسابها. اللعبه الثانيه لعبه اللي تم ركله جزاء احتسابها على النادي الاهلي، لمسه اليد اللي حصلت على محمد هاني ما شافهاش في الملعب. والمعيار بالنسبه لنا، طبعا انت بقيت اكتر مني في المعلومه ديت، المعيار بالنسبه لنا الايد مكبره الجسم مش مكبره الجسم. هو لما خرج شافها ولقى الايد من في الزاويه اللي جايه من ورا الجون الايد مكبره الجسم، وبالتالي يعاقب عليها محمد هاني بلمسه اليد، وبالتالي ركله جزاء صحيحه تم احتسابها. اللقطه الاصعب والاكبر بالنسبه لنا في المباراه اللي هي ركله الجزاء اللي تحسبها على النادي الاهلي، والخطا اللي حصل اهمال من لاعب النادي الاهلي كان حصل خارج منطقه الجزاء. كنت اتمنى الحكم المساعد الثاني يتدخل معاه ويقول له ان اللعبه خارج منطقه الجزاء، وبالتالي كان هيحتسبها بمنتهى البساطه. لكن الاستدعاء حصل يا كريم مش عشان الكره بره ولا جوه، لان الكره بره ولا جوه دي حقيقه فاكت، وبالتالي مش محتاج تخرج بها لبره. الاستدعاء تم عشان يقول له تعالى في احتماليه كارت احمر لوجود فرصه محققه. فلما خرج للشاشه بره واتفرج عليها لا فعلا كل عناصر الفرصه المحققه موجوده، السيطره على الكوره من حاجه من اللاعب البرازيلي كانت موجوده، المسافه للمرمى كانت موجوده متاحه ان تبقى في فرصه محققه، الاتجاه للمرمى اي نعم هو من ناحيه الشمال شويه من طرف الشمال شويه بس المتجه ناحيه المرمى موجوده. ورابع حاجه بالنسبه لنا عدد المدافعين، لحظه الخطا اللي حصل من مدافع النادي الاهلي او الاهمال اللي حصل من مدافع النادي الاهلي في رجل مهاجم الفريق البرازيلي كان فعلا ما فيش اي مدافع كان ممكن يلحق اللعيب، وبالتالي كل عناصر الفرصه المحققه موجوده والكارت الاحمر قرار صحيح من حكم المباراه. يعني انت شايف انه النهارده مصطفى غربال ما قدمش مباراه جيده؟ هو في التحكيمين في الملعب ما قدمش مباراه جيده، لكن بتكلم على حكم الفار اللي موجوده كريم. ادى ان ما فيش اخطاء تحكيميه مؤثره في المباراه، هو ده الفار موجود في كل مكان في العالم، موجود عشان ينقذ المباريات لو في اخطاء من الحكم ممكن تؤثر عليك في المباريات. النهارده حكم الفار هو نجم المباراه النهارده، لان النهارده احنا بنتفرج على المباراه احنا قلنا حكم الفار هو اللي بيحكم المباراه مش حكم الساحه هو اللي بيحكمها النهارده. صحيح صحيح. كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشة، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات.